فتحي ماكش فني، ماكش اخصائي تحكيم، ولكن تفهم كوره. البارح حسيت حكم ظلم النادي الافريقي؟ اي واضح بالنسبه لي انا حسيت انه حكم ميزون كيما قلت ميزون. اي اربيتر ميزون. اي التصوير كيفاش تراه، كيفاش يتصرف، كيفاش كذا، معناها في نفس الخطا منا ومنا يزفروا للترجي ما يزفروش النادي الافريقي. نفهموا كوره، لعبنا كوره ونعرفوا كوره ونشوفوا كوره. دونك ظهر لي وانه في نفس سياق كلام خالد. ناخذ الجوله هذه، ناخذ الجوله هذه برك، الجوله من اللي بدات. مستقبل مرسى ونادي صفاقسي. مستقبل مرسى تظلم وناس كل تعرف كيفاش انتصر نادي صفاقسي. النجم الساحلي القسري. صحيح الحكم ما عطاش ضربة جزاء النجم الساحلي، ولكن هدف النجم الساحلي يرجو. صحيح حارس القسري نهى 10 بونتو، ربحت بهدف ارجو. خليني في تحكيم الدقيقة. لا 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 خليني حتى، خليني نمشي في ما بعد باش نحكي ولا تحكيم المقابلات الأخرى. الترجي والنادي الأفريقي. الترجي استحقاق وما نتحثوش فيه بغير لغة خشبية، نتحثوش فيه. تفرج المقابلة الحكم كان أربيتر ميزون، لأنه قلت لك لو كان جا جماهير الأفريقي غادي، راهو تصوير آخر ربما، وراهو حكم آخر. خليني نعطيك أنا شنو ريتهم الثلاثة هذم. النادي الافريقي لو كان جاي قريب ويلعب على البطولة راهو تحكيم اخر. مش حزن وكأني بالنادي الافريقي، وكأني خليني نكمل، كأني بالنادي الافريقي يقولوا له انت خذيت بايك عم ناوي اثناء قسيت روحك بعيد عن اللعبة، دونك اخرج عن اللعبة. تعرف شنو هي الصورة اللي نوصلوا فيها توا؟ نوصلوا في ثلاثة مقابلات يلزمنا الكاسك بلو يعملوا يديروه. نوصلوا في البطولة اللي هي أنا قلتها بطولة مجنونة، ولكن في نفس الوقت شي خلفياتها غير عادية. شنو 20 مقابلة ناس كلها بعد 17 الطايح مرفوع رابحين الناس كل داخل والبرة، شنو هي هالبطولة هذية اليوم نوصلوا فيها الحد؟ وعندك ثلاثة مقابلات مازالوا، إذا كان مش أربعة، لأنه فما مقابلة نادي الصفاقسي باش يجي لتونس يلعب مع نادي الإفريقي. ثلاثة مقابلات هما الترجي والنجم، الترجي والنادي الصفاقسي، والنجم والنادي الصفاقسي. يا سيدي وكأني بالتخطيط اللي موجود، والتخطيط اللي موجود، يا اخويا انا وصلناكم غادي توا دبر روسكم، اللي يربح منكم يهز الذي كلمتين وذا 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 يخوف برشا. فوزي 20 ثانية بعد نعطي الاسكندر يجاوب على الكلام هذا. كلمتين الحكم ظلم النادي الافريقي وخسره في المقابلة. اون دو مو بجنبك الاسكندر ينجم يجاوب.